السلام عليكم، اسمي ياسمين يوسف. أنا حاليا مستشار تعليمي معتمد من شركة سمارت من كندا، وفي مجال تكنولوجيا التعليم، ومعايا ماجستير في إدارة التعليم الدولي من جامعة لودفيكسبورغ من ألمانيا. المشروع اللي هقدمه النهارده ده مشروع قدمته في مؤتمر Innovation Arabia في دبي، واتنشر في البابليكيشنز بتاعت البروسيدنجز بتاعت المؤتمر. الهدف من المشروع ده انه يحل مشاكل كتيره بيقابلها التعليم المصري، والتحديات الكتيره اللي بنقابلها حاليا في التعليم، وكمان انه يعيد تخصيص الاستثمارات اللي اتصرفت في مجال تكنولوجيا التعليم في الفتره اللي ما قبل الثوره وفتره ما بعد الثوره. كمان هو واخد في الاعتبار التغيرات الاجتماعيه والاقتصاديه اللي مرت بيها مصر في السنوات اللي فاتت. النظام الغير تقليدي اللي هقدمه هيسمح للطلاب انهم يبقى عندهم مسؤوليه اكبر في تعليمهم، هيحفزهم على التعليم الذاتي. من ناحيه تانية هيسمح للطالب انه ينمو اكثر استقلاليه في تعليمه، هيقوم بتحسين وضعه الاجتماعي، هيساعده انه يحسن وضعه الاجتماعي بنفسه، واللي احنا عايزين الانسان المصري انه الانتاجيه بتاعته تزيد والاداء بتاعه يبقى احسن، علشان ننتقل من اقتصاد المعرفه الى مجتمع المعرفه ان شاء الله اللي بننشده. النموذج المقترح ده هيحل مشاكل كتير، منها حل هيكون حل لكثافه الاعداد في الفصول الدراسيه في المدارس، حل النقص المباني المدرسية والمدارس اللي بتعمل على فترتين، حل المعدلات التسرب بتاعت الطلاب خصوصا في سن ما قبل الإعدادي، حل مشكلة جودة الكتاب المدرسي، حل للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وحل كمان لتدني مرتبات المدرسين وجودة التدريس داخل الفصول. أي الحل ده كمان، النموذج ده كمان هيحل هيكون حل لمدارس الفصل الواحد أو المدارس المجتمعية اللي أنشأتها اليونسكو في مصر. وأتمنى إنه كلامي ده يوصل لمصر كلها، إنه الناس تسمع عنه عن طريقكم، ويا رب يعجبكم. السلام عليكم.